وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. سعادة الدكتورة، بداية نرحب بك في نشرة الثالثة، هل لك أن تحدثينا عن أهمية البرنامج وكيف سيسهم في التقليل من الأخطاء الطبية من أجل الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى؟ نعم، مساء الخير. اسمحي لي بداية في مستقبل حديثي أن أتقدم بالشكر إلى سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام على مبادرته بطرح هذا البرنامج حقيقة، والذي سيسهم في تعزيز كفاءة اللجان الفنية بالهيئة. كما تعلمين، الهيئة هي مسؤولة قانونا عن التحقيق في الأخطاء الطبية، ويستند إليها الكثير من الحالات التي تحال سواء من المحاكم أو من النيابة أو طبعا من الأشخاص نفسهم، ويجرى التحقيق مع الأطباء أو المهنيين المدعى عليهم بالخطأ الطبي. ومن أجل أن تكون هناك عدالة وشفافية وتحقيق إنجاز أفضل للنظر في هذه القضايا، تم طرح هذا البرنامج المشترك مع النيابة، واللي راح يتحدث فيه نخبة من السادة أعضاء النيابة وأيضا من ممثلي اللجان، بطرح آلية التحقيق ومدى صحة التحقيق، بحيث أنه يحقق لنا أن يتم التحقيق مع الطبيب مع الحفاظ على حقوقه، وأيضا الحفاظ على حقوق المريض وإنجاز القضايا بشكل أسرع من الوضع الحالي. إحنا لدينا قائمة من القضايا ويتم جدولتها لمناقشتها، ويتطلب تلخيص للحالة، ويتطلب أخذ الرأي الفني، ويتطلب استدعاء الأطباء. وهذه آليات يعني حقيقة النيابة راح يساعدون فيها أعضاء اللجان لآلية التحقيق وكيفية إنجازها. نعم، سعادة الدكتورة مريم الجلاهمة، رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا جزيلا لك.